غريب عليها الزحمة هذه، لأن اللي يحبون ناس وايد نتمنى لها. لا مو داح داح اي كمل كمل لقاءك. نتمنى لها صراحة حياة سعيدة وجميلة. خله نتمنى لها حياة سعيدة وجميلة إن شاء الله، والله يرزقها بالذرية الصالحة وإن شاء الله يشد حيله ويزيد عطاءه بعد الزواج إن شاء الله. مبروك ناجي. مواقف وايد ويا ناجي حبيب قلبي. أنا ترى طلع أنا من شوف شوف أقول لك حاجة، في عرسك طلع فضايح عليك. ما عندي فضايح، هو فضايح الخاتم اللي يصور به دائما، ولما يشوف ذي المقطع بيعرف وش أقصد. مواقفي وايد جميلة ويا ناجي. أنا أرتاح لما أشتغل معاه مسرح، لأن من النوع اللي ما يكون بخيل بعطاه في المسرح، يحب يفرش. أبو ساهر قال كلمة. وش قال؟ سألته هل هو دقيق في المواعيد؟ قال أوه دقيق وايد. ناجي يمكن ما نبغى نتكلم لا بالخير عنه. ناجي من ناحية دقيق يعني ملتزم. أحياناً إذا تجيل ظروف فينسى جواله في المرحاض اللي في النادي اللي في الجمعية في الملعب. بس غير كذا ناجي حبوب ومحترم وفنان. سؤال. ناجي الحين إذا جاب الله إن شاء الله. إذا الله رزقه ناجي بولد. بيصير فنان مسرحي أو حكم كورة. بيصير حيوان. ناجي قال لي إذا بيطلع زي ناصر عبد الواحد ما يبغى ولا. لا إن شاء الله أنا أتوقع بيصير حكم دولي. ما أتوقع بيت غريب ينجبون فنان زي ناجي غريب. إنه في غرام. ليش عاد بنت التوقع ده؟ لأن ناجي غريب حالة استثنائية لا تتكرر. مثل ال شفت الكيمياء. ايوه هادو ما زين. وجه رساله الى زوجة ناجي. رساله والله انا اقول لها عبدوك. الله ناجي يستاهل. طيب طيب وكحل عطر الحلو عطر ناجي وموقف طريف. واحد اسمه نبيل بعد. والله يا ناجي والله ما وين بيت على الطيب كذا قال جلسه. ناجي مو اي واحد هاي بيت بس. والله وفي ليله الظلماء ما اقول لا وفي ليله الظلماء يفتقد الظلماء. احمد بريان قواك الله حبيبي. زين اول شيء روح وين وين نبي نسوي مقابله مع احمد بريان يا ناصر. خلنا احمد بريان وش قول انه وش الشعور الطيب والله ما اعرف اقول. قول لي تكلم انت وش يعني لك ناجي غريب؟ ناجي غريب اي غريب ابو غريب غريب دروس لا احس الا هو يعني من اتباع غريب. ناصر ليش ما تعطينا مشهد كذا مسرحي على الطاير يا احمد؟ على شرف مع احمدي على شرف على شرف على شرف ناجي محمد. يلا مشهد قبله يا محمود من اللي مثله يا ناجي. طيب وش يقول يعني؟ قول اي شيء. ما ادري والله بس حبيبنا ناجي ما يحتاج بعد. انا سعيد يعني جدا بالمناسبه وحضوري يعني. اتمنى لك ان شاء الله سعيد ومفاك ان شاء الله ما يقصرون الليل ان شاء الله. يستاهل ناجي ان شاء الله. انا مع النجوم. وانت ما بتقول شيء للمعرض؟ لو قلت احنا ممكن. افا ليش؟ تعال شكلك ما تحب ناجي. ما احبه. ليش؟ يعني في سلبيات واجد لهالدرجة يعني؟ في سلبيات واجد ولا يعرف يشرح في المدرسة ولا هو أستاذ أصلاً. ناس يقولون ما هو أستاذ، ناس يقولون ما هو حكم، وناس يقولون ولا هو حكم ولا يعرف. صحيح والله كل يطرد البرزاني عجل ما يحبه.
ألف ألف مبروك، الله يرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله يا رب. مبارك لك حبيبنا الغالي، حبيب سيهات كلها. كلمة مبروك لحالها ما تكفي، وعروس واحدة ما تكفي، لو ما تزعل العروس بعد ما تكفي، لأن ناجي كبير يحتاج له 4 5 6 حتى يريحونا، أنه مريح المجتمع صراحة كذا بتسوي مشاكل. بس إن شاء الله تكون العروس حتى تكسر كلامي، تريح حبيبنا لأنه مرتاح صراحة يا شباب. فلازم تكملين عليش عب كبير، عب 4 5. إن شاء الله تنقدها وتقول مبارك لك أول شيء أنتين أم العريس وعائلتك كلهم، والشباب اللي باركون لك كلهم. بيجيب حكم ولا بيجيب فنان مسرحي؟ والله توقع لو يبعد عن الاثنين، لأن الاثنين هم حق مشاكل، خليه يرتاح يا المرأة أحسن يا لينا. أقول له ألف مبروك إن شاء الله، الله يطرح البركة خلاص. بس وخلاص بس. الفنان كبير كبير ماجد، يعني شو يعني الفطور على الحساب عليه بكره على العموم، بتراهنين انه بكره بيجيب يفطر ان شاء الله، واذا جه فطر الفطور على ناصر عبد الوهاب. شاكر كلمة حبيبي، يعني انا قلت كلمه قبل شوي في مره ثانيه، بس اقول يعني بالرفاه والبنين ان شاء الله، ان شاء الله الناس يقولون حكام وناس فنانين، والحين رواديد حلو التنوع شيء طيب، احسن لما يصير الرواديد طبعا خدام له. اي والله قواك الله حبيبي. لا وش كل يمتنع يطايح يصور في العالم وما تبقى احد يصور، قول كلمه حق ناجي يا اخي.